السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتهدوا. الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا معايا، هنا كانت عندنا واحد الجوله في مدينه اكادير بالباطو. خرجنا بالباطو، صراحه كانت واحد الاجواء زوينه بزاف. المهم هنايا جينا ديريكت باش نجربوا التليفيريك، وخليكم معايا في هذه التجربه. انتي كتزيني انا دابا التليفيريك. ولكن هي في الواقع صعيبة. انا ما عندي ما تفيد من الجهة. طلام طلام ما كيبانش العلو، وهذا احسن حاجة انهم يبانش العلو. المهم راه غادي نقول لكم غير طلام، ولكن حنا راه عالم. شوفوا المدينة من هي، يا الله يا رب. الله الوطن الملك. أغنيو كاملين. من بيت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحما، منتدى وحما، عشت في الأوطان للعلا عدوان، ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتى لب لدى، في فمي وفي فمي هوى كترى ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا، نرشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. يا كيبانو كالبوات. أكادير وفلا، أكادير وفلا، أكادير وفلا. ورا كي بولفة في الطيارة بعيدة. ميمكنش تكوني بوحدك وما تخافيش في هاد الطريق. خفت. المهم راه حنا في واحد الأوتيل، ما حنا بلا قبل ويقولي بصراحة خلينا نمسك الشوكة. صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ قلت لكم صباح النور مع 6 ديال الصباح. صراحه ديال 6:55 دقيقه، يعني قريبه 7. شوفوا الجو كيفاش داير. المهم راني بالسيف باش نطلع. انا ناعسه مع 3 يا اخوان، فايقه مع ماش فقط مع 6:30. ولكن هاد الشوفه هادي وهاد الاطلاله كتفتح النفس، والهواء زوين وكلشي زوين صراحه. حبيت يا سلام. كنشوف انا هنايا من البانكو داكشي كلشي فايق، كنشوف هنايا الناس فايقين حيت صافي. ملي كتجي فواياج ولا شي حاجه خص ضروري
تفيقي بكري باش تبروفيتي في نهارك. نروح نفطر بحالتك هذا. هاي بيودي يلا جا الحليب. انا اللي صابحين كنضور. صافي حنا فطرنا، هذا هو الفطور ديالنا. كان حنايا شفت الكار، حنا عندنا ماشي كار غير ميني بوس، ودرت واحد التفريشة في الوسط حيت هنا كان هو الموت ديال الناس. درت واحد التفريشة في الوسط صراحة واحد الناس. حنا جينا للجزيرة، هاد الشاطئ ديال الجزيرة غزالة الناس، هو شوية لقيناه هايش شوية وكاين البرد فريمون البرد. المهم شفنا الجمال، شفنا بزاف ديال الحوايج، تصورنا مع القوس. هاد البلاصة زوينة بزاف، عرفتي راه في التصاور ولا من بعيد ما كتبانش زوينة بزاف، ولكن ملي كتجي أنا ضغط الصراحة ضغط بقوت سبحان الله العظيم. هاد البلاصة غزالة غزالة عجبتني. هنايا درت الكواد، فريمون كانت تجربة زوينة زوينة. أنا درت الكواد ديجا، درتو، ولكن ما كانش بحال هكا حدا البحر وداك الأجواء اللي كاينة في البحر. سبحان الله يعني هكا حسن، أنا جاني هكا حسن في الرملات البحر وداك الشيء حسن من 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 الخلا. المهم درتو في مراكش شوية صافا با مال، ولكن هكا حسن مع هاد المناظر وداك الشيء. ولكن من بعد مرضت بزاف بهاد الريحه هذا ديال الجزيره حيت كان الموت البرد وانا ما لابساش حوايجي. المهم جينا لمغاره علي بابا، هاد المغاره اللي زوينه وكتقربي لها كتحسي بالدوخه وكتحسي براسك غادي تطيحي في داك الماء. المهم حاولت نصور لكم، يعني درت مجهودي باش نصور لكم. هنا كان هاد المنظر زوين، ولكن كانت الطريق طويله بزاف. من بعد نمشي لكم انا مدينة العيون، سمحوا لي مع كل احتراماتي، ولكن الا ما جيتي شخصي في الطياره راه ما تقدريش تخنبلي. واحد الله تخيلي دواتي هبطوك بقوت الطريق والبرد. شحال ديال الصباح؟ من 8 ديال الصباح دابا، من 8 ديال الصباح قسنا ساعة في الجزيرة، دابا هادي 12 ديال الليل دابا، ولكن حنا وصلنا مع 11. حسبوا معايا شحال ساعة وحنا جالسين، وهادشي غير من أكادير ماشي من فاس، ماشي من أكادير، وعاد من كازا لأكادير الليل كامل.
وغدا عاوتاني 6 ديال السوايع ديال الطريق عاوتاني غدا على الصباح 6 ديال السوايع. جيت فواياج اورغانيزي باش الناس اللي مفهماش عاد كنهضر. جيت فواياج اورغانيزي اختي الشقيقة جاتني عرفتي راسي تضرني ودني كضرني نضوا لي الحلاكم والبرد البرد البرد وما جايبوش حوايجي وصافي عرفتي كرهت شي حاجة تمشي السفر. كنت كنبغي كنت كنحمق نسافر ولكن اختي كرهت هاد السفرة هادي راه الموت سواحك الله. الدراري واللي معانا بنات كلشي عادي كلشي فرحان الا انا ما عرفتش على شخص هما يا ولكن انا ما عرفتش كل واحد وكي داير. انا اعطيني كلشي الا الطريق طويله ولهاد الدرجه هادي راه بزاف اللي غيجي للعيون فيما جا اختي في الطياره كاينش اجي في الطياره ولا راه غتهدبي تكرهي تكرهي كل شيء. انا صافي جيت قلت والله ما نولي نجي لها الا ما جيتش انا بالطياره والله اختي ما نولي نجيها. ومع كامل احتراماتي لهاد المدينه زوينه نقيه ولكن البعد بزاف البعد بزاف قرني البعد قبيله ولا مقزم عليهم انا ما عرفتش ندير هادي ديالي على راسي باش ما يضربنيش البرد حيت راسي اصلا كيحرقني كاين البرد خصوصا الليل وغادي نزيد نمرض اكثر. شاش دايره شويه تتغطى ليا وصافي جينا لهاد الريستورون. وفلاشه ديالي اختاريت ندير لا سوب بواسون وبيك شاورما. كناكل غير بالصفه البنات كل ما كان شويه جوع ما ناكلش كاع عرفتي راه ميمكنش حيت الغدا ما تغديتش حطونا في واحد الغيستورون في الحوت ما فيها حتى حاجه زوينه. داكشي علاش كان فيه الموت الجوع في هاد الوقيته والعيا وكلشي مخلط ليا. شوفوا غير حالتي كيفاش كانت دايره ما يمكنش. البنات بعد ما وصلت للطيل ونعست وغادي نعس دابا. واحد اوتيل زوين اوتيل غزال صراحة. هذا بعدا اوكي شوفوا دابا يلا دخلنا لا شومب انا ولا فيصل وحالتنا حاله ما يمكنش. دارولنا استقبال زوين كلشي صراحه كان هو هذاك. من بعد 6 سوايع ديال الطريق 6 سوايع وحنا جايين 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 ولكن الحمد لله وصلنا في التالي بخير. وهنايا دايرين لنا روستوي قرعه الماء لي بونبو شوفوا ستيكرز شوفوا معايا الاوتيل لا شومبر زوينه نقيه Thank you.
المهم حنا غادي نقادو راسنا هنا البلاكار بحيت هنا غنستقرو 3 جوغ داكشي علاش غادي نجبد داكشي اللي في لافاليز نحطو هنايا باش ما نبقاش كل ساعه عاد نحل لافاليز حتى تحط هذا اللهم نجبد كلشي نحطو هنايا بحيت غادي نستقرو ماشي بحال قبل كنا كنكسو ليله وكنوضو في الصباح داكشي علاش صافي نحط حوايجي كلهم هنا شوفوا معايا الحلال مش حازوين نقي اهم حاجه هو نقي البنات هادو ولاو تارجين عليه وبالمناسبه انهم عاد داروا افتتاح وحنا كنا اول كليان ان شاء الله ندخلوا عليهم بالخير المهم هذه السميه ديال لوتيل اللي جا داخله ولا شي حاجه راح نقي يمكن نقي بزاف شوفوا غزال لا علاقه بداك لوتيل اللي كنا فيهم في اكادير حتى ديال العيون شويه كامل ماشي بحال اكادير حتى العيون صافا راني صورت لكم واحد القيطه حيت ما صورت لكمش بزاف حيت كنت عيانه راكم شفتوا كيفاش كنت البارح ولكن هذا احسن واحد صراحه